بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأخوات، كبراتنا كبرانا تكبراتنا ترلاتو يا أفريكا تي في بروجرام تكرتاوج بيالا تشبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لله سبحانه وتعالى مسكنا يكبو إنه بوكت لا يتسنيو بكت تسريتشت ورنا أنت ميرسو بروجراماتشن جمروال. በዛሬው ፕሮግራማችን ኢንሻአላህ ለየት ያለ እንግዳ ልዩ ርዕስ ኢንሻአላህ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ኢንሻአላህ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ይያልን። ምናልባት ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በስክሪኑ ላይ በሚለቀቁ ስልክ ቁጥሮች መደወል ጥያቄዎቻችሁን ልትተረሱን ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። የዛሬው እንግዳ እዚሁ ሼክ ሳሊህ ሰዒድ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አህለን ወሰህለን። እንኳን አህለን ሐያኩም ለሸፋቅ ልመናን እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛኩም ላው ኸይራን ነርሶም እንግዲህ ጥሪያችንን አክብሮ እዚህ ድረስ መገኘቱን እናመሰግናለን። ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ኢንሻአላህ። ዛሬው በጣም ከባድ ርዕስ ነው ያዝነው ኢንሻአላህ። እሱም በእስልምና ሶላት ያላት ቦታ በሚለው ዙሪያ ነው። መካንቱ ሶላት በእስልምና በእስልምና ውስጥ በዲን ውስጥ ያላት ቦታ ምን ያክል ነው? ሙስሊሙ ጋስ ምን አይነት ቦታ ትልቅ ቦታ ሊኖራት ይገባል? ጥቅሞቿ በተመለከተ ዱንያዊ አኺራዊ ጉዳዮችን በሰፊው ምንዳስ ይሆናል። የሶላት ጥቅሞችን ፈዋኢድ እንግዲህ ሰው ልጅ ጥቅሞችን የሆነ ነገር ጥቅሙን ካወቀ ወደዛ ነገር ይጓጓልና እነዛ ጥቅሞች ምን ምን እንደሆኑ ወሳኝ ነጥቦችን ኢንሻአላህ ያነሳን እንቀጥላለን። ዛክላሁ ኸይር። መጀመሪያ እስቲ ሶላት በእስልምና ያላት ቦታ ምን ይመስላል? نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أخي عبد المنان بمقبياو اندالكو يزاري ورئيسو ليونو بتقام أسفلاقي تكرت لستو يميكبار استنو مالتنو هلاك اندمناوكو الله سبحانه وتعالى لنيا يخلقن إنيا يتفترن لعبادانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن أو تكرت مسأت أتيالبت بإسلمنا توحيدنا كتوحيد قد أولي بمت أو بهولتين يو درجة صلاتنا يهي مياسايو الله سبحانه وتعالى تلقون ودى الله نيميا درسن عبادة صلاتنا ومالتنا صلات وأن أو سلوهن نبياتنا محمد صلى الله عليه وسلم دمنا وقو ብዙ ዱዓቶች በተለያየ ቦታ ይልኩ ነበር። ከወሲያቸው የነበረ ለምሳሌ ለሙዓዝ ኢብኑ ጀበል እነካ ታቲ ቆመን ምን አህሊል kitab فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانهم اطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. هون كتوحيد قطلو يميطاو واناو تكرت مستت ያለበት የሰላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ፕሮግራሙ ይሄንን የሰላት ስንነጋገር ለሚሰግዱ ሰዎች አልহামዱሊላህ በምን ላይ እንዳሉ ትልቁ ዒባዳ እንደሚያከናውኑ ለማስተዋወስ ለማይሰግዱ ደግሞ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ለሰላት ሸልታ ያላቸው ሰዎች ትኩረት የማይሰጡ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ማለት ነው። እና ሰላት በእስልምና ደረጃው ሩኩን ሚን አርካን الاسلام ነው። ብዙ ጊዜም ሰላት ከአርካን الاسلام ነው የተባለ ከአርካን الايمانን ተያይዞ ይመጣል። ይሄ የሚያሳየው ትልቅ ደረጃ እንዳለው በአርካን الاسلام ጠቅሰ እንደገና ደግሞ በአርካን الايمان ሰላቱ ሲደገም ይሄ ትኩረት መስጠት እንዳለብን ማለት ነው። ولذلك اول افتتاح بعد سوره الفاتحه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون አሰላት ብለዋል። ስለዚህ ከኢማን በኋላ ቀጥሎ ወይም ደግሞ ምልክቱ አንድ ሰው አማኝ ነው ለማለትም የሚያደርገው ሰላት ነው ማለት ነው። ወለዛሊከ ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም في عند صحه ترمذي لمعاذ بن جبل سي مكروت نبياتي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سنامه بلو نغروتنا الشي قالاتشو رأس الأمر الإسلام عالوت وعموده الصلاة عالوت وأنه مسوسو يسلمنا صلاة نو هون عمود كليلة جنباتهم يلم خلاص يلم مالتنو فرسوال مالتنو سلزي لزانو علماء أنبوزو كيزي صلاة ما يسجد كوني جرسو عيدم جمعام أوقات صلوات ما يمتع كوني يهم مسلمنا ولمالت
ምናልባት ስመ ሙስሊሙ እንደ ሙስሊም ከሙስሊም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ወይ ደግሞ እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ ሊል ይችላል ወይ ስሙ ምናልባት መሐመድ ከዲር ሙስጠፋ ምናምን ሊሆን ይችላል እስላማዊ ስሞችን ሊሰይም ይችላል ራሱ ላይ ሰዎች ምናልባት በስም ደረጃ እንደዚህ የከሌ ሙስሊም ነው ሊሉት ይችላል ነገር ግን አላህ ዘንድ እንደ ሙስሊምነት ቦታ ካለው ዋጋ የለው نعم لأن تأتي بعد الشهادتين عند سو سلمنا لمقبل شهادة ميازة اللبت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كالب وهلا بقد تايم التازم تكبارنو وأنه تكبارو دقمو سلاتنو ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من دنو يميلو عند سو بإسلمنا يتعززنو النقر كتو كافرنو منلو كسلات بستكر للعال نبرا مالو إيه بك مسرطاوي نقر مسرطاوي نو سلازي سو وانو تكرت مستت يالبت يهنو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منالو بني الإسلام على خمس نالو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا وإقام الصلاة كل جزي صلاتنا إقام شهادة تيايزونو يميموت ومالتنو إن صلاة درجة وبوتا وبإسلمنا من دنو كتبالي تلقنو ትልቅነቱ ደግሞ በምን ይታወቃል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ዒባዳ የታዘዙት በጅብሪል አማካኝነት ነው ጅብሪል የመጣ ወህይ ይዞ መጥቶ ይነግራቸዋል ሐጅ ቢሆንም አገባቡ ዘካትም ሁሉ ነገር ሁሉ يعني ሲወርድ በጅብሪል ነው የሚመጣ የነበረ ሰላት ግን ልዩ ነው ለዛ ምን ተደረገ ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀጥታ ከአላህ ነው የታዘዙት ማለት ነው ሌሊት الاسራ والمعراج ገና መዲና ሳይሆዱ ነው ይሄንን ፍሰላት ፈርድ የተደረገ ማለት ነው ስለዚህ ደረጃው በፈርድነቱ ብቻ በታዘዘው ሰዓትም ያሳያል ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وهو ارحم الراحمين መጀመሪያ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰላት ጉዳይ ሲያዛቸው 50 ሰላት ነበረች አየህ 50 ሰላት ብትሆን አሁን ሰው ለአምስት ሰላት ስንት የከበደው ነው እና 50 ሰላት ነው የታዘዙት ከዛ ሙሳ አለይሂ ሰላም 50 ሰላት 50 ሰላት አይችሉም አሁን ያንተ ፍርሳ ነው እድል ነውና ተመለስና ለአላህ ጠይቅላቸው እንድትخفيف እንድትደረግ يعني امته ይሄንን አይችሉም 50 ሰላት መስገድ አይችሉም አዎ ምክንያቱም ሰይድና ሙሳ ብዙ ተመክሮ ነው ያላቸው ከበኒ እስራኤል አስቸጋሪዎች ናቸው ብዙ ችግር ብዙ መከራ ነው ያሳያቸው ማለት ነው እና የኡማ የህዝብ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ያውቃሉ የሆነ አንድ ሸሪዓ ሲመጣ ህዝቡ ቶሎ ላይቀበል ይችላል ወይ ደግሞ ከተቀበለም እንኳን ላይተገብር ይችላል ይከብደዋል የዱንያ ጣጣ አለበት የቤተሰብ ጣጣ አለበት ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ አንጻር ስለዚህ ወደ አላህ ማአኑ የቤተሰብ ይሁን የዱንያ ምን ሁሉ የሚያስቸግረልኛ መፍትሄው እናገኘው በሰላት ነው ግን ሰው ሰላት ከትምርት ከስራ የሚያጓድል ሆኖ ነው የሚሰማው እና ከአምሳ ሰላቱ ወደ አምስት ነው የምትፈረደ ማለት ነው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ አንድ ነገር ካዘዝኩት ያዘዝኩት ነው የሚፈጸም ይሄንን አምስት ሰላቶች የምትሰግዷቸው እንደ አምሳ ነው የሚቆጠር ባጅሩ ማለት ነው ይሄ ትልቅ ትሩፋ ትልቅ አጅር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰላት ደረጃው በጣም ትልቅ ነው እኛ ደግሞ ማለት ኹጥባ የሚያደርጉ የሚያስተምሩ በተለያየ ወቅት ይሄንን የሰላት ትኩረት እንዲያደርጉ ሰዎችም አው ማስተዋወስ መደጋገም ማውራት ይፈልጋል አው ይሄ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው ሰዓት ፍርግጥ እንዳልከው በጣም ትኩረት መስጠት ይፈልጋል ለዚህ ሰላት ሰው በዱንያ ተከበዋል ሱብሃንአላህ በዱንያ እንዲሁም ደግሞ በቃ ተራ ነገሮች ላይ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ይላል ፍትናዎችም በጣም በስተዋል በርግጥ ከአላህ ወደ ኋላ የሚጎትቱ ነገሮች በጣም በስተዋል ሰሂህ ከዛን ጻር ሰዎች ወደ ሰላት እንዲመለሱ የጨነቃቸውን የቸገራቸውን ነገር በሰላት ውስጥ እንደሚያገኙ አላህ ሱብሃንአላህ እንዳለ ወስተአይኑ ቢሰብር ወሰላት ነው በተግስትና በሰላት ታገሱ ብሏል ስለዚህ ያንን የሆነ የደረሰብን መከራም ወይ ደግሞ ችግር ወይ ደግሞ ጭንቀት ወይ ደግሞ የሆነ ያልተስተካከለ ነገር ካለ ወደ ሰላት በሄደን ያ አላህ ብለን ወደ ሰላት ብንመለስ ያ ነገር ሁሉ ይስተካከላል ወጣ ነው ምክንያቱም አላህም ተናግሯል ግልጹን ማለት ነው ካለ ይባል صحيح هي قضاء الحاجات عند سو حاجه قالوا ودياونو نبياتي صلى الله عليه وسلم
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عندنا قريب ما استجرات شو كتجني وداونو ود صلاة نو يمي هدينا برونا صلاة لهولو مفتيهنو لت أن النت لدنيا نجرم كت ألاتهم كل نجر لرداه مثل صلاة نو نا دالنو ينني صلاة هنيتا بتكرت هول كذي متجاجم يالله بتلك قدائنا مالتنا ونسأل الله عز وجل التوفيق. آمين جزاك الله خير. طبعاً صلاة قدائنا دك الله لميتين على رجلهم صلة بين الأبد وخالقه الله سبحانه وتعالى ناك فتاري وناك باري أوجا. باري أو كفتاري أوجا ميجنا نجبت تلك وما عندنا. صلاة كاليلا خلاص جنينة تيلم. صحيح. ولما أقول جميع أسكمت وتهين إنه إن أهون كلام سيلنا الساعة شون تبوش على له صلاة كتلك إنها نبي صلى الله عليه وسلم وده سماء وده كتتها يعني انت إزاز وده أمته ما بتعطاتشون ليلوتشون عباداتوش وده قاتوش تلايو نقروتشن زكاتونم حجونم بجبريل لما كاينت وحي متو الله عندي بلوحال يميل نقر وحي متال كزا السندقمو لسوي نقرو نبرا يهنن كتتانو يزوي متوت يهن قدي من أكل كباد مهونان صحيح من أكل سولي جوج لسول تكرت مستأثن دال لباتو ما سايا تميشلو ناقرنو من ألبات كزيوغا أيهيزة هي سلا مكانة الصلاة في الإسلام سلا صلاة بوتا معلت تلك بوتا اللات كاليلوش عبادة وش مداقمو ليت يالات ليت يالات عبادانات صلاة داليلوش عبادة وش ويداقمو لبسا دزاكا سو يوسي عاقن كفلقا ميسات كفلقا ميتو ناقر اللام زكاة من المثال سيشيل هيدو أرلم حج كالشاله هيدو كالشاله كوش ميل بطن صلاة تقمو ما ننم سولاي قديدانو يبن قومون قوان بايسكت كوش بلو مزقرن دال لبات كاليلوش عبادة وش بطان ميليو نقروش صحيح صلاة كاليلوش عبادة وش ميليو بط نقروش من دمات نعم هون ندالكو لمثال حج من استطاع إليه سبيلانو شلو تاكالو يعقب كالو يجنزبي هون يقول بتهلو يتهيك علما شلو تاكاله نو حجم تدرجي بالال صلاة جند زايد الله صلاة بمنم جيزي يوم تسجدنا مالت بهمن ببشي تعلى سو يسجدال عون بزو سوتش مو هوسبيتال سي كمدو بهوسبيتال بقويت بقويت جيزي أي ستوت قضاء تهدر قال لهن دزي بالالكو تشلو ستوت قضاء تهدر قال لهن يه بتقام خطرنو عدقينيانو اندي تاهون عانتا تاوكم عجل لي متأي تشلال موت لي متأي تشلال سلزي صلاتو بمنم جيزي مايكرنو تام مهال عدتشلم قوم مسجد عدتشلم او كوش بلا سجد كوش بيهم مسجد مالتشلم تنجيت سجد هنو بوتاو يسلاة مالتنو سلاة كليلوش عباداتو يتليينو مالتنو من المكنيات يلو من الوقت عند مكنيات متكسو يسيتوش مسالي ورا بابا نعم ويدا قمو لمسالي سوي يراستو ليوني جلا تزسي لو مسجد عند اللباتنو السنة صحيح تنيتوم كونه لمسالي لكسي النسا مسجد اللب نعم نعم يهي من الوقت يهي قدي فلقوت ساي هون نعم أقات آمي يميهون نقرنو يمرساتوم نقر لمسالي فلقوا يرسام سويو صحيح وستو أمروس دي يالله ما شيء مرسواه إذا، لكن يا أمروس يتفانوا إذا مو سيرسانه، يا غير اختياري مالتنا. صحيح. مثال استنيتهم إذا مو أقعد أمي سايو كساعاتهم يا سالف بيت كهونه، هم بلوغ ميتانيا كهونه برجع السول إلى قبره. نعم. نقارن سايو كتنيتو كنقارن ساعاتهم يا سالف بيت كهونه، يا لكسينكا مسجد الله. مسجد الله. لازم يوم توه إبل. صحيح. إيه الله سبحانه وتعالى من جمر يا يهنن يا زز النجر. أمراتين مولو بهون الساعة نو من تيكمار نو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين نو ليلوش عباداتوش لمثالي عندي سيت بور أبابايا لتش ساعة أتتصوم ما تسجدم سيامو قضاء تدرك لتش صلاة جن قضاء أدرجات تبالم يهم يا الله سبحانه وتعالى أذنت لمسابك أن عمست جزية تسجده سباتك أني ورع بابات كالات يهنن قضاء أدركي ستبال كبار نبر يا الله سبحانه وتعالى عفا عنها إن سلاتو هل قزي مالت يما يكرنو بشي تنيانين ويمدوغمو ودو يلنين
وينم يهونا مكنيات مفترة تجلب مالتنا وضوم كله لا تيمو ما أدري تيمو مال مالتنا إيه بما أي طريقة بما إن يوم ما نقد ما عملت عم يبان لك صحيح صحيح أون درو إن أبو حنيفة ليروش فوق هواج يسلات هنيتا سيناجرو من علو أهون أيروبلان عليه بزان ساعات هاي تحسبهم عند سو بمهل بيهونس بس ما إنا بمريت مكاكل دزي أير لاي بيهون سلاتي وجبال ويساي وجبن بلو يعني السطار استنو بزان زمن بزان زمن أوروبلان من ما يتحسبهم يلم جن من علو أو سلات بمنهم بتهونم توجبال ليش علو أون سنعيو دك متفطر أيروبلان مالتنو بأيروبلانم تسجد لهم أيروبلان بتهونم كشالكم عندنا الأيروبلانوتش تنسى فيها له كارلو بوتا أو تسجد له مال كارل كليلس كوش بله تسجد له ماله نعم ودو ما درجم كارلنو تادر كله ماله من هالباتم ودو ما درجم كارل شالكم كليل ماله إنه بتيهمهم تسجد له صلاة بأي حال من الأحوال تكرم ماله إنه يتعمم سو أمره بتشا عقله سلامه كهونه يه مسكن نو يعلبت مالتنا، سلزي سلات واجد يتانج مالت اللي بمان نم ساعات يما تكر واجب نج، إن داوم بسكرات الموت بيهونم عمرهم ياوك أكونه سلات مسكن نو يعلبت. وقت وكذا درس ما هو كاوك؟ كاوك مسكن نو يعلبت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيها مالت بتوجد ساعات بق فين تهون مالت هاي تاوك أشوم نبر كذا. تنش كقوي بهلا سحبا من علوت دمي فسسنو يا عمر سلات علوت مكنياتهم جناس هيج أرس بمهلنو يتموتوا مالتنو سلات هي سجدوا بال بس نعم نعم إن من علو نعم علو سيدنا عمر لا حذ في الإسلام لمن ترك الصلاة علو إن بتجعله متن يتشن سلات كل جزية مالت هو تاچن برنامج ما درج عليه بنهلو مجمع رياك أدمن برنامج منيزو سلات قاعد يزمونه سلاتناو بتمرت بيتي هون بينفرستي هون بهك من ناي هون بمني ميهون من مايك أرتلك بعدين سلاي هون بمني بيهون بهلو بوتها سلات هتكرم مالتناو لذي هتشن سلات بتعام تكرت مدرج عليه إنيا برجت إنيا نا دليلو تشار لنا مسلم يارو هنو وجنوش لنا مثالي إيراس أشوفنا برنامج ينور راجو تشار طوات جمبرو إنكل فوتانستو بس كمية إنيا إنكل فساس كمية أدرس كانوا ملو منهم سلات مياسبونا قريلهم وعي من البات هو كرابو بيتانو مساس أتزميلو كذا وشي أكتاتلون ميسراون ميسراو منهم ميادرقون ميادرقون نعكرجن مسلم ياندان دون ميتاجبراتشون، بقى أنا استمي تاجبراتشون. تكبر كسلات جامع القرآن يتعلب بس. صحيح. سالي توات لايس النساء، فجر سالات نجمر على يمتى؟ كذابوا على دعمو، ولا تمرت بيت ميدوم هيدار، ولا سلام ميدوم، ولا سراوي سمارة. تلايو سراوي شالوتهم، تلايو قد سلام كله لو دعمو بيت ما كمتم كالبت. يعني خلاص كذاك زي جمره، سالاتهم كسجده بوهلا، قالوا لسه كفتن. صحيح. زور اسكيمة تدرس. نعم. اسكازور درس يالله برنامج راس برنامج. كزور جمره اسكأسر دمو يالله. يهونا برنامج، ببرنامج من ذي كصلاة قاعيز أو سويو، هي أطراس وطيت هم ماتوا. أهون بس رأعلم تنش بريك هذا رجوية تبعلم، لسويش عرفتي درجات، تلقو عرفتي من ناقينيو إني مسلموش بصلاة أجنو، صلاة أجن برنامج كادر رجن يمنفسر كاتا راحة البالي من ناقينيو بصلاة نو، سلذي صلاته بوزو جزيم دمو يمفجاي دلل مالتنو، وقتو أربع ركعات سنت جزيم يوصلو مالتنو. فجر مغرب يتلاي الله سبحانه وتعالى يتشن يسلاتوا هنيتا تلك سلوهنا هون أبواب الفقه سن كرام على تنو بكتبوشو بش مثال تندر دروي متاياتشو ميفقه هنيتا مجلدات ستاي وانو بوزوغ صفات يازو يمندنو يسلاتنو يسلات كدية طهارس نا حيد بهونج سيت نفاس بهونج سيت بحرب بهونم بمن بهونم تبولو هلو زرزرو جميساتو يسلاتنو تكروتو يا مسلم تكروتو بسلات بيتشانو مالتنو سلازي بزياغات عمي مندنو ومنلو مالتنو بهون بوتا بالن بيت يهوني يمسكي جابوتا منورا لبن يمن نستوى سبت مالتنا برقت مسلم ما استوى سهيوت سلهونه أو تنش من دايزنجا الله أكبر الله أكبر تبلو حي على السلات سبال يهمن بق ساعتهن ددرس وقتهن ددرسنو
ይሄ በርግጥ ምናልባት አሁን እንደዚህ እስላም ሀገር የሆነ ለምሳሌ ሙስሊሞች ያሉበት ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ራሱ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መስጊድ የሌለበት ወይ ደግሞ አዛን የማይሰማበት ቦታዎች አሉ። ነገር ግን ለምሳሌ አውሮፓ ሀገር አሜሪካ ሀገር ያሉት አዛን የማይሰሙ ይሄንን ለማስተዋወስ በአጠገባቸው ወይ ደግሞ እዛ መስሪያ ቦታቸው ላይ ወይ ደግሞ ቤታቸው ውስጥ የሆነ ሰላትን የሚያስተዋውሱበት ወይ ደግሞ ሰላት ወክስ መድረሱን የሚያረጋግጡበት በርግጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። መስገጃ ቦታ ብቻ መስጋያቱም ሳይሆን በሞባይላቸውም ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዛን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ አድርገው ለምሳሌ ልክ ሰላት ሲደርስ እኔ በጣም የሚገርም አንዳንድ አፕሊኬሽኖች የሰላትና የአዛን በጣም ብዙ ናቸው በርግጥ صحيح ከዛ ውስጥ በጣም የተመረጡ ደግሞ በጣም ወሳኝ ወሳኞች አሉ። እንደ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያክል ሙሰሊ የሚል አፕሊኬሽን አለ። ሙሰሊ ነው አዛን ሲደርስ ከአዛን በፊት እንኳን አስተዋውሰኝ ካልከውም ከአምስት ደቂቃ በፊት ያስተዋውሳል አዛን ዲደርስ ነው ይላል። አዛን ከተባለ ደግሞ ስልክህን ሳይለንት ያደርጋል ራሱ አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። ያ ሰላም መስጊድ ስትገባ እንዳይጮህ ማለት እንዳይጮህብ ማለት ያ ሰላም ልክ መስጊድ ገብተህ ደግሞ ጨርሰህ ስትወጣው ደግሞ ይሄን ነው ተስነ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ሰጥና ጋር ከዛ በኋላ ደግሞ ይከፍትልሃል ስልክ። እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ። ሳሂ ተስቢህ ዚክር ምናምን የሚያስተዋውሱ በጣም አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ናቸው። ታባን ኢባዳ ላይ እኛ ሁጃ እኛ ላይ ነው ሁጃ የሚሆኑት ሞባይሎቻችን አፕሊኬሽኖች ሁሉ ነገር ማለት ነው። እና እንዲያውም አቅጣጫውም ደግሞ ቅብላየት ነው ቅብላውንም አፕሊኬሽን አለ ለሱ። ናም አልহামዱሊላህ ያ الله طيب جزاك الله خير እንግዲህ ሰላት በጣም ትልቅ ኢባዳ ናት። ከሌሎች ኢባዳዎች ለየት ያለት ቦታ አላት ናት። ሰላት ደግሞ የኛን ማዕሲያ ወይ ደግሞ ኸጢአ መሰረጃ መንገድ ወይ ደግሞ እኛ ከኛ ላይ እኛ ምንሰራቸው ማዕሲያዎች ኃጢአቶችን ከሰገድናት ሰላትን በአግባቡ አስተካክለን ከሰገድን ለኛ ኃጢአት መሰረጃ ወይ ደግሞ ማበሻ ትሆናለች። صحيح የሚሉ ነገር አለ። صحيح نعم الصلاه هي تكفير للسيئات መጀመሪያ ሰላት ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ሰላት በደንብ በወቅቱ በጠሃራ ያሟላ የሚሰግድ ከሆነ ወደ መጥፎ ነገር እንዳይሄድ ትከለክላለች ሰላት። አሁን የሚሰግድ ሰው መጥፎ ስራ ካለው ሰላትን አስተካክል ማለት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም አሰላት ከብዙ መጥፎ ነገሮችም ትከለክላለች ማለት ነው። አምስት ጊዜ ከፈጣሪ የተገናኘ እንደገና ማዕሲያ ለማድረግ ትከለክላለች ማለት ነው። ይሄ አለ። እንደገና ደግሞ ሰላት የሚሰግድ ከሆነ አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث البخاري ومسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ايبقى من درنه شيء قالوا عند سو عند كل ጊዜ በየቀኑ በቤተ አጠገብ ጎርፍ ይሄደ ጥሩ የሆነ ውሃ አለና እዛ ወንዝ እዛ ይሄድክ በየቀኑ ስትታጠብ በአካል ወይም ደግሞ በልብስ ማለት ነው ያጠብከው አምስት ጊዜ ብታጠብ የሆነ ነገር ቆሻሻ ሊቆይ አይችልም ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነች ሰላት ማለት ነው። ሰላት መቼም ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም ማለት ነው። እና ውዱእ ስታደርግ በውዱእ ሰዓትም ያደረከውን ጥፋት በእጅ ይወጣል በአይን የማይፈልገውን ነገር ያየሆን ይወጣል ማለት ነው። ኃጢአቱ ማለት ነው ዝኑብ ተጥሂር ለዝኑብ ወሰያት እቺን ሰላት አልহামዱሊላህ ሰላት በመገኘቱ ሙስሊሙ ያለውን የነበረውን አቦሮች የነበረውን ዝኑብ مغفره متهونلت بسلاتنا معناتنو سلازي صلاه فذلك مثل الصلوات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بهن الخطايا خطايا يتطبال معناتنو سلازي صلاه يهنو الحمد لله واناو معنات ود الله سبحانه وتعالى تسفا يميادرغ عند سو بسلاتنو ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من قالوا الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه مكفرات لما بينهن بمحل يتدرجوا النجر كانتنا كالله مكاكل يالون يچن تابسالچ معناتنو بان كانتنا كليلا سو كهونه يليلا سو حق كهونه يهي ليلا ارستنو معناتنو يهي مملس نو يالبت معناتنو گن بانتنا بالله مكاكل يالون حطياتوچ ويم دگمو ذنوب الله سبحانه وتعالى بالصلاه يمحو الله بهن الخطايا سلازي چن صلات
نعمة من نعم الله عز وجل. سبحان الله. نعم. برجت أو بزوما سيعود الليل تكان إنسار لنا الناس بنشر لنا بملاسة كلنا ورا نشر لنا برجت عسبنا بات استغفار لنا درج نشر لنا بزوج جي سو سيسران ونجي وحالا دعمو يعني الله يكرر بالين يميل قطع لا وزوج تكرة تيسته. صحيح. استغفار ما درجوا لاي برجت النزيد تكان مع سيعودش ناتشو بزاس حالات بمسجدو واجب صلاة المصلي ظهور سجدو عصر دعمة سيسك بمهكلا يالوتن تكاكن مع سياوتشن عصر صلاة بمسجدو الله يكرر لذا بزدي صلاة أما كانت مالك أقعد أمي دعمة استغفار كادر رجيم دعمة وتأم ترون أجرنا أجرم من هجينا بزاه تجمعري مرتا سلك مسمر لا الله مسلين عندي سلك الكبرنا إن شاء الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما اللبل أمت الرحمن. أنا ثلاث قدر ياجي الأجنبة. إيش طيب. عندنا سوتشا مالتنا ثلاث يسجدوا يسرعوا حاجات منامنا ثلاث يسجد يعني حاجات يسات أولا فما مستيبت. نكون من سوتشا لبقى يونا أسي بقى ولا نجرحهم ويسيت حاجة نبي سيت نام لبقى إنك كذا بحالة تقدر له فلم تك نعم بلون دزاني يسوي شالنا لأن يسوي من بكرة الله شو لما رسلت لنا أيوة طيب أروى أسامي نفسي ولا طيب وياك إن شاء الله شبارك الله فيك إن شاء الله هتاتن يتيجك شو أمة الرحمن صلاة قدي ليلوج مع سياوتشن ويدك مو حتعطوتشن يابس لنا بلن سنل عندنا سويج أجنبي ونتشو عن سيتي تعبتونا وندوش مالتنا وندوش سيتوان تعبتونا كذا لمن دنو مجبت وانا مسيبال ني صلاة سجدجي يهنن معسيا انتنا عدرق هالو ويتاكمو اندي سرزلين عدرق هالو يميل الساسب الله اتشو بتلم دوم عندان دقيزي ميبالبت ونيت هالو وطاتوشقا اندازي ميسمع نقر وچه هالو اندازي لنازي اندازي كان ميلو سو لم ميلو سووش من تمكر الله اتشو ايه مجمريا مالت عدم العلم نو جهول نو انجي سوم بطاعة ياله بتككل من قدم ياله يفرال الله تقبلين يهنن صلاة يسجد كود ويسال تقبلون بلو بفرات نو ياله إن بقى هي تمام من ماله تكونه يهنن صلاة من دنو بطاعة ربو كل تككل ماله تهالوي دقنا دقم صلاة ستقبا صلاة كو الله أكبر بلو سو كسجده اسكمج أرس ليس له الأجر إلا ما عقلها بخشوع عدرجو يسجدوا السنو أجر مالت أجر يالله ليلا أنت فرد تتأياك عيد لهم ياله خشوع مسجد حال دقمات سلات ما تبالم جن أجرو يهنن من لو يالن مالت سلات سجدوا الصلوات الخمس بينهن من لو يال بمحل يالون يتابس عليهم من لو كو هلو نجر يا مالانو مالتو تنكاكي عدرجو يسجدونه أنت بنديت تماماً هنا وبقى هنا وبلا متناقروا مالتنا وسلازي سو ندزي هي مالت تور تككلين ياس تساس بعيد اللي مالتنا مفراتنا يعلب بتسو توبة هم دعمو لمسالة عند سو هنا نقدر أدركه عايز توبة أدرك عليه يمي العينة فكرة كهونة بس زي ما الله يكر لايله وشلا نعم كنا توم نزاع مع سيان كسروا وحالا بس يتتسر طويلة الله يقر عليه النقرات نعم وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة إلا بجهالة ما لت يالاوك سيالاوك يتساسات سونو توبة سيادرق الله يمير الله نعم انجي ياوك أي أطفا نعم عايز زيقا توبة درقا لو يميل بتوبة مفكر كهونا زيقا عقبام اللهم يكبلو يا الله عزمت على ما وقنوكو الله سبحانه وتعالى إني كالله من دنو ياله سو بإيمان يتغازم كوي فرال مجرى شاي خاتمه من دنو يميهون بلو سلزي سو يا الله فرات يالو كهونا يا درقون يا سهتت إن شاء الله هون سلسقودك يا الله بزي سلات يقربلين بزي سلات تقبلين بلو نو مفرات يالبت انجي دزي هادر كالهم دزي بلو كالكوليت يمدرق نقر عيد اللم يه يلبو هنيتانو يلباتشن دقمو يسلاتاتشن هنيتاتشن دقمو يمياوكو الله سبحانه وتعالى نفسه لزي يه قداي متنكك يالبن قداي
طيب جزاكم الله خيرا. من البات ساعتهم جيدا يالله عرفتوا شتن تم اللسان بنكتل طرو يمسلينيال ان شاء الله بطعم وصينا تبوج كارتوهال صلاه انجدي جمرن مقبيان ونجي قال ابوزو نقروتش هالونا كلام مسيلة أنتم ذلك والله سبحانه وتعالى القرآن است سلسلات بزوجي جبت دجاج عامينه يتنعجروا يعني السو وتلك أن طبعاً ميا سايو بتأم وساين جروت شالو نبيه صلى الله عليه وسلم بحديث است بزوج بلوار علماء وش بزوج مجلدات عند لمسالة سلسلات بتملكته بزوج مجلدات نيسافو يفكي كتاب وش نسيسافو دعمه هلت الناس است مجلدات دعمه سلسلات بتشالا تكرت ميا ذلك بتوني تعلمنا إن شاء الله استي بتوصلنا بالكم بهون يعني سان عبرنا كويال تنش أفتى رفتو سدنت ملسن كتر بارك الله فيكم كبراتنا كبران يتكبرها شونا تودها شوية برنامج أنت كاتا وش يتكاتا لا شوية لا شو تبوك أتلاه تسنجو يكتب كتاسري شو تقول نانت ميدرسو برنامج شنو إن شاء الله برنامج شني كتر لك أفتى بحالة ملسن كتر لن ساتركو تبكون فاصل قصير ونواصل إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، وآكل الربا يخرج إلى أرض المحشر كالمجنون. وقد استفاض عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع اختلاف في ألفاظهم أن كل واحد منهم لا يتعصب لرأيه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون. فأعدوا يا عباد الله للسؤال جوابًا، فأعدوا يا عباد الله للسؤال جوابًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. كبراتنا كبران يتكبرات شنة ترداتشو يا أفريكا تيو برغم تكاذاوش انجدي تمال لسمت تنال كدام مسيل يانا سانو نتب سلا صلاة نو صلاة تلك بوتا اللات بإسلمنا عندهم داقيمو كليلوش عباداوش ليت ميادرقات بطعم وصينة بوتش علو نزان يدسن بريك وينو إن شاء الله برغم اجني كتلال قويتاتشو كان ياغاي هونيالين من البطياكي حساب كالاتشو بس كنولا بالو سلك وتروش بمدول تياك أشجعون حسابو أشجعون لترسون تشارلاتو إن شاء الله يا ورئيسون قديس رسالاتنا ويفتوى تياك برنامج يراسو هنا برنامج هنلو سنجو عندهم دايجمو روب ربو إن حموس كسوس ساعات سكارا ساعات مشيت مالتنا بزن ساعات ناس ترى قدين شرالن نجارين كسلات قات هاجي هونو نتبوتشن ما نسات متفلكون يالجبة تشون لما تياك كفلقاتو إن شاء الله دولاتو لترسون تشارلاتو إن شاء الله. እንግዲህ ስለ ሰላት እየተማከከረን ነው። ሰላት آخر ما يفقد من الدين እንዲህ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከዲን መጨረሻ ምናጠው ነገር ወይ ደግሞ እሱን ካጣን ይሄን ሰላትን ካጣን ወይ ደግሞ ሰላት ተቀባይነት ካጣ ሌሎች ስራዎች ሁሉ ተቀባይነት ያጣሉ ሲባል ምን ማለታችን ነው? እስቲ ስለና طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا صلاة مجمرة متعززو عند مسلمي هون صلاتنو كشهادتين بوهالا بلنال قياما سيهون مجمرة منات او قداي من دنو امانا يتفعل بدونيا تبالي كذاب وهالا منالو وآخر ما تفقيدونه الصلاة، بمعنى صلاة كليلة هلو نقر يلم مالتنو يمتسراون تقبايነት የለው ማለት ነው. ምክንያቱም ሰላት እሷነች ወሳኝ ነች. አንነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አልአህዱ الذي بيننا وبينهم الصلاه በእኛና በሌሎች አማኞች መካከል ያለችው ሰላት ነች. فمن تركها فقد كفر صلاته كتو عند سو ወደ ኩፍር ሄደ ማለት ነው. እና ይቺን اخر ما يفقده الناس ወይም መጨረሻ ይህንን ሰላት ከተወ ዲኑ እንደ ለቀቀ ማለት ነው. ስለዚህ ይሄ ከባድ አነጋገር ነው. እንዲያውም ፍሪዋት الامام احمد ነው የሚባል ማለት ነው. ሰላት
هول جزية من دونه يهنن يميا ساين محافظة ما درك ندالبن هول جزية مكتاتل ندالبن سلاتي ميسجدنا ما يسجدكو يتوك عليه شيخ عبد المنان يتشين سلات نور الله برهان الله مالتنو بدنيا برهان الله بسيرات برهان الله بآخرة برهان الله مالتنو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرف أمته بالنور سوتشو جنا هزبوه كله عالم تسب سبوا ياله أمة محمد جن بسلاتها تشودو يمي على رقتن ينبر يمي تاتبوه كله قرة محجلين هونو يمت علوم على تنو برا برا هونو سوينا تاتشو بك ملكت ملكت يا سيال برهان يا سيال مالتنو سلزي سلاتي جن تكرت مدرجن دالبن دجاج من لو والله زي الدنيا لا يراسو سوتش مهكل لاي سلات ميسكت يهون هيبة نجار الله يهون مالت قرما موجس نجار الله سلات ميسكت يهون كمبارو لاي سجود ملكة الله تنش في تون ستة نور الله يهون ليت على كبر سوتش كبر ميسات وتعنت نجار الله لازين من البات عندنا سوتش سلات ميسكت دالن ثلاثة وتشن لازم تعود وبناء منام لا سلاته من البات تككل لا يوني تشلال لنا مجلسة سلاتهن شيك هادرقون عساقا قدهن خشوعا اللوي شروطوشن مسفرتوشن أموالتين مستقدو واجباتوشن سننوشن طبقان مستقدو ويس عيد اللم يميلو قدهن حتى عندنا نجيزي نجدي الله سبحانه وتعالى بقرآن إن الصلاة تنهى عن الفاحشاء والمنكر بلوال صلاة كما تفو كالبالي نقروش كأيامي نقروش تكلكلها لتشلال الله نجدي مجرد صلاة بمسقدو سويو كزي نقري تبقى نقر قلنا صلاة يسقدنو يميلو قدينه زين بلو ثلاث صلات بيتش صلات سلسة جدة بيتشانو على اللب مسفرتنا موالتو بخشوك كسكدة يوم ده جمود أمت إنك أكى أدركو بيت أمت إنك أكى بتمن الله بتسجدو الله يا رب تقبلين بلو ديوم دو عام يادركنا صحيح بدي صلات سجد جالو بلو بيتش زين بلو ماشي الحال بلو ميدو نعم نعم أهون ابن القيم رحمة الله عليه من الآن يعني هلت سوتش يسجدو بعند صفهنو مالتنو هولتها تشو هولتها تشو سلات فرق بين السماء والأرض هنا لاله الله أكبر عندنا وبخشوا عدروكو يفرع تنكاك إياه درجنا ويمسكده هولتها نادوك مو بكاك جب أبوها لا عمره ودليل عنه يعلم على تنو هولتها تشو عند اللي هنا يتشلو مالتنو سلزي سلات وانا ومسرته خشوا عنه مالتنو لخشوع لمدرس يلالو يدرو صالحين مالتنو أربع عمد تقادلو يلال كسولنتي بكسن تكرر تقل عدرقو وده خشوع درسو مالتنو كأربع عمد بو هذا تقل تقل يام تقل عدرقو نم قدي زم بلو صلاة بيتشاية سقر هدوار يعني خشوع لما متقات تقل يادرقو بتلاي يعني ثمان قدم نعم منا لسلاتو لزيه لخشوع لمدرس تقباين تسفى من دينورات قنا وقت ساي درس أهون كسو أذان سيدرج جنائك أعمال تدرج مي بالا لايدل جنانو سلاط يلا لا أذان كتدرج حي على السلا حي على الفلاح كتب على بوهلا سويج مرتنو يلا بتشود المسجد مالتنا بتلي دوم بسلاط الجماعة سلاط الجماعة والسانينو سلاط الجماعة مسجد الناب لبيتشاو مسجد أجراتهم ليون تعلو مالتنا لبيتشاو مسجد عند حسنانو يالو كجماعة 27 درجة نو يالو عند جنادوك مود المسجد مستهد بكل قطوة أجر الله. يندرج جميعا. هولو عند مغفرة الذنوب نو عند دعوة رفعة الدرجات نو. يهولو هده ستملس كلما قدا أو راح سيد الناس يملس هول جزي درجاو كفي على نو نان دالكو سلاتي مسجد مجمرة بكن عم استجزي يتابان مالته نو. عند جنادوك مو يمالت وان نو كبرتو يسو في تنو مالتنو بفي تدغمو بغمبارو دغمو ودمير دغمو سجد يادرغال لا الله سبحانه وتعالى دغنا سبحان ربي الاعلى هلال يهلو نور بدنيا نو باخيرام نور يمسد نو برغت هي هون مرامد سيلو برغت مالت عند رمجا سيرامد درجاون كف يادرغلت عند رمجا سيرامد دغمو معسياون الله يرغفلت نعم إيه برجت مسافه ومندنا كبيتنا مسجد مهكلا يلا وركت بس فاق وترداق مو يوم بتأم أدرج درجاتهم كفي عليه متأم مع سيام يودك إيه متأم إيه بشار اللهم برجت أنا أقول دائم بالملكة راسو نالبات دكتور وش راسو بعونو ساعات ميروت عند سو بهاير ساعات وصل بكانوست وده سمنتشي رمي جاوتش ما قاس اللبت مرة ما دال اللبت يلا بساينس تنمالتنا دكتور وش مياس كم تنقرنا هي
ይሄን እንዴት ነው የሚራመደው? አንድ ሙስሊም ሰላቱን ሲሰግድ በአግባቡ ከሰገደ እንግዲህ መስጂድ ሲሄድ አምሶል ሰላት ሲሄድ ፈጅር ሲሄድ ዙሁር ሲሄድ አስር ሲሄድ በተለያየ ሰዓት ናቸው እንግዲህ ሁሉም ያሉት መግሪብ ሲሄድ ኢሻ ሲሄድ ሄዶ ሲመለስ ይሄ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ምናልባት 1 ኪሎ ሜትር የሚሆን ከሆነ 1000 ኹጥዋ 1000 ርምጃ ሄደ ማለት ነው تقريبا እንደዚህው መሄድ ከሆነ አምስት ወቅት ሰላቱን በአግባቡ ሄዶ ሚመለስ ከሆነ በዚህ በኩል አጅሩ ከፍላል ማሲያው ይራገፍለታል በዚህ በኩል ደግሞ ጤናውን የሚያገኝበት አጋጣሚዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ ሰው መስጂድ ሲርቅበት አይ መስጂዳችን ሩቅ ነው ይላል አምስት ደቂቃ ብቻ ለመሄድ እንደርቀት የሚቆጥርና ቤቱም ይሰግዳል ሰው ያካብዳል እንጂ በልካሁን እንዳሰብከው ካልኩሌት የሚያደርጉት ለሐሰናትም እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው እና በዘመን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ራቅ ያለ ቤቱ ነበርና ወደ መስጂዱ አጠገብ ለምናት ቅርብ ምናምን ተብሎ ከጓደኞቹ ይመካከር ነበር ንምድነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲያሩኩም ትክተቡ አሳሩኩም አሉት አሁን ከቤታችሁ ወደ መስጂድ ስትመጣና ስትመለስ ትክተቡ አሳሩኩም ይሄ ሐሰናት የተጻፈ ነው አሉት ማለት ነው እና ይሄንን ደግሞ ሰው የሁሉ ነው የሰላት ሁኔታ ከውዱ ጀመረ ወደ መስጂድ ስትሄድ ሰላትም እየጠበቅክም በሰላተል ጀማዓም ከተሰገደ በኋላም ቁጭ ብለህም ስትቆፋር ስታደርግ ሁሉ ወደ ምንድነው የሚታሰብልህ ማለት ነው የሰላት ጊዜ ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነው سبب مغفرت الذنوب የሚሆነው ያለ ማለት ነው طيب እንግዲህ በጣም ከቀደም ሲል ያነሳቸው ስለ ኹሹ በተመለከተ እሱ ራሱ የሆነ ኢንሻአላህ ፕሮግራም ነው ኹሹ ላይ ኹሹአችን ሰላት ውስጥ እንዲመጣ ለሚያደርጉን ነገሮች سبب የሚሆኑ ነገሮችን ኢንሻአላህ እሱ የራሱ የሆነ ፕሮግራም ይኖረዋል ነገር ግን አሁን ያነሳቸው ነጥቦች እንግዲህ መጀመሪያ አንድ ሰው ባሪያው يوم القيامه الله ሚስተሳሰበው ሰላት ነው صحيح ሰላቱ ከተስተካከለ ሌሎች መልካም ስራዎች ሰደቃውንም ዘካውንም ጾሙንም መልካም ስራዎችም አላህ ይቀበለዋል ነገር ግን ሰላቱ ውድቅ ከሆነች ግን እነዚህ መልካም ስራዎች የተባሉ ነገሮች ሁሉ ቦታ የላቸውም ምንም ደረጃም እንኳን አያነሱም ምናልባት ቀደም ሲል ያነሳው ነገር አለ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضي الله عنه የተናገረው ንግግር لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ميلو ሰላትን የተወሰው በእስልምና ውስጥ ምንም ቦታ የለውም እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ የሚጠራበት ነገር የለም ማለት ነው ከእስላም ቦታ የለው ሰላትን የማይሰግድ ሰው يوم القيامه ደግሞ ይጣየቃሉ እነዛ ሰዓት ከገቡ በኋላ ማሰለከኩም في سقر ተባብሎ ይጣየቃሉ ይላል الله سبحانه وتعالى በቁርአን ውስጥ ምንድነው ሰቀር جہነም ውስጥ የከተታችሁ ያስገባችሁ ምክንያት ምንድነው የገባችሁበት ምክንያት ብሎ እነዛ ሰዓት የገቡትን ይጣይቃሉ እነሱ ምንድነው የሚሉት መጀመሪያ ላይ የሚመለሱት መልስ የሰላት ቃሉ ለምነኩ ሚነ المصلين ከሰጋጆች አልነበርንም ይሄ መጀመሪያ ላይ የሚያመጡት ምክንያት ነው እዚህ ሰዓት እንደገባ ምክንያት የሆነብን ነገር ከሰጋጆች ስላልነበርን ነው ከዛ በኋላ ወለምነኩ ጠይሙ المسكين ያለ ይከተላል መልካም ስራዎች ማለት ነው መጀመሪያ ግን ሰላት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሰላት ካልሰገደ ሙስሊም ነኝ ብስሪ ቢልም ወይ ደግሞ እሱ ሙስሊም ነው ሰው እንኳን ቢሉና ቢመስክሩለት እንኳን በስሙ ደረጃም አይተው ስሙን ብቻ በማየት ወይ ደግሞ ረመዳን ስለጾመ ወይ ደግሞ እንደ ሙስሊም ስለተናገረ ወይ ደግሞ እንደ ሙስሊም ስታይል ስለአደረገ ሰላት ካልሰገደ ሙስሊም አያስብለውም ማለት ነው። ይሄ ከባድ ነገር ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር ነው። ይሄኮ ምንድነው ማወቅ ያለብን መጀመሪያ የውመ القيامه ልክ ሐዲስ አቢ ሁረይራ ነቢያችን صلى الله عليه وسلم ያሉት اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه መጀመሪያ بعد الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله بلوالي هي ما شاء الله موحد نو اهون يسراوچو يسرا من اندنبر يميتايقو اول ما يحاسب على الصلاه نو فان صلحت صلح سائر عمله سوا صلاته ملك هونچ ليلا يقروم الله سبحانه وتعالى يملالت معناته نو وان فسدت فسد سائر عمله سوا كتبلاشت دغمو كل سراون يبلاشال معناته نو بسلات غدلت مگنيت يلبتم ሌሎች ዒባዳዎችም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ግን እንደ ሰላት አይደለም ምክንያቱም ሰላቷ ሙሉ ከሆነች ሌላም ይሞላል ማለት ነው ችግር የለው ሰላት ከጎደለች ነው ዋናው ችግሩ فإذا فسدت فسد سائر عمله ስለዚህ ይሄ ከሆነ ሰላት اول ما يحاسب ከሆነ
እኛ ደግሞ አወል ሸ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ደግሞ ሰላት ሰላት መሆን አለበት ማለት ነው። ከተውሂድ በኋላ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሰላት ላይ ነው። ናም እና ለልጆቻችን በቤት በኹጥባ በትምርታችን የሰላት ሁኔታ ሁሉ ጊዜ መደጋገም አለበት። አላቀው ሙስሊም ከአላህ ያለውን ግንኙነት የጠነከረ መሆን አለበት። ወለዛልክ ሸይጣን ምንድነው ሁሉ ጊዜ የሚያሳስት በጎደናው የሚቆመው ዋናው ወደ ሰላት የሚወስድ ነው ማለት ነው። ሰላት አላሁ አክበር ሲባል ሰይጣን አይወድም ይሄድምጽ ማለት ነው። እንዲያውም ሰይጣን ትቶ ሰዎችም አሁንም የጠሉት ነው። ያአላሁ አክበር አላሁ አክበር ያአላህ ትልቅነት። እኛ ሰዎች አሁን የምንቀሳቀስ ያለን በዚህ ዓለም የምንሞትነን ቀር ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚጀመሪያው እሱ ነው የሚቀር። እኛ ግን ባሮች ነን ከሱ የላቀ የለም ብሎ يعني تلك قال نو يه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله قال عند الله بستقر ليلى بتككل يمملك يلم بلا كذا حي على الصلاه نو يميبال يلا حي على الصلاه سمته وممطات قلب شيطانو دغمو يه نو ما يودات معناته نو دغمو صلاتم ستجبام دغمو ودو يودو قالو شيطان قال بذا مسناكل يميادرغ معناته نو በሰላት ስትገባ ደግሞ ለዛም የሚያሰናክላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላቱ የመጀመሪያ ምን ጠየቀው ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደም ሲል በተቀሰቀው ሐዲስ ላይ ሰላት ዑሙድ አልኢስላም ነው የእስልምና ሶሶ መሰረታዊ ነገር ነው ሰላት የተባለው። ቀደም ሲልም ይሄን ጉዳይ ተቀሰናል። ሌላው ምናልባት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ሲሄዱ መጨረሻ ላይ አደራ ብለው የሞቱት ነገር አለ። ይሄም ሶላት ጉዳይ ነው። እርግጥ በተደጋጋሚ እንደውም ይሄን ሶላት ደጋግሞ አሰላት አሰላት ማመለከተ ኢማኑኩም ብለው በተደጋጋሚ እንደ ወሲያ እንግዲህ ሰው ወሲያ ላይ እንትን ያለውን ነገር እንደ አደራ ብሎ የሞተ ሰው ያደራው ይከበራል። ሳሂህ ማንንም ሰው አባታችንም እናቶቻችንም ሌላ ሰውም ቢሆን ጓደኞቻችንም ሞት አፋፍ ላይ ያለ ሰውዬው እንዲ ያድርጉልኝ እከሌ እከሌ አደራ አደራ እንዲ ያድርጉልኝ ካለያ ሰው ያ አደራው ይከበርለታል። ያንን አደራ ሁሉም ሰው ይፈራል። በጣም ማለት ያንን አደራውን ለማማላት ሁሉም ሰው ይቆማል። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ምን ያክል ትልቅ ቦታ የሚያሳየውን ነው። ሶላት እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት አፋፋቸው ላይ ስለ ሶላት አደራ ያሉት ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ጊዜ ትኩረት የሚሰጡት ለሰላት ነበር። እንዲያውም ለቢላል ምንድነው የሚሉት የነበሩ ያ ቢላል አቂም ሰላት አሪህና በሰላት የአይን ረፍት የህለና ረፍት የምታገኘው በሰላት ነው ማለት እና ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ዱንያ ሲለዩ የመጨረሻ ወሲያቸው ምንድነው የነበረ ከተባለ በሰላት ነበር ማለት ነው። ብዙ ነገር ወሲያዎች የሰጡታል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንላሁ ለይሁድ ወነሳራ ይተኸዙ ቁቡር አንቢያህ መሳጅድ ብለዋል። ሌላ ደግሞ ምናሉ አሰላት አሰላት ወማ መለከት አይማንኩም ሰላት አደራችሁ አደራችሁ ሰላት ወማ መለከት አይማንኩም ደግሞ በእናንተ ስር ያሉ ሰራተኞች ደካሞች ባሪያዎች ባሪያ ነበሩና ለነሱ ደግሞ አደራ አሉ ማለት ነው። ና ሰላት ሰላት ሲሉ በመጨረሻ ቃላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ عذاب القبر የሚመጣውም እኮ ጣሃራ የሚያጓድል የነበረ ነው ጉድለት የነበረው። ጣሃራ ከጎደለ ደግሞ ሰላት ጎደለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወሲያ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ ምንድነው የሚያሳየው ከተባለ ትኩረቱ ነው ማለት ነው። እኛም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ እንደሰጡት ሁሉ ጊዜ ደግሞ ወሲያ መስጠት አለብን። ለሌላውም ወሲያ መስጠት አለብን ማለት ነው። ያ ቡነየ አቂም ሰላት ኢነ ሰላተ ተንሃ አኒል ፈሕሻኢ ወል ሙንከር ሰላት ስገድ። ሉቅማን ወሲያ ሲሰጡ ኢብራሂም ወሲያ ሲሰጡ ሁሉ አንቢያዎችም በሰላት ዙሪያ ነው የሚናገሩ የነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ትክረቱ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ የዱዓቶቹም ሁኔታ ይሄ መሆን አለበት። ሰላትን ይችላል ብሎ ወይ ደግሞ ሌላውን ለራሳቸው ሰግደው ሌላው ሳይሰግድ ሲቀር እንደ ተራ ነገር አድርጎ ቆጥሮ ማለፍ ሳይሆን እባካችሁ ሰላትን ስገዱ ሰላትን አደራ ብለው በዳዓዋቸው ውስጥ ሁሌም እንደ አደራ መልክ አድርጎ ህዝቦቻቸውን ወይ ደግሞ የሚመሩትን ህዝብ መምከር እንዳለባቸው ነው ከዚህ ምን ወስደው። እንግዲህ አንቢያቶች ሁሉ ስለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥቶ አደራ 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 የሚሉ ከሆነ ልጆቻቸውንም
بيسوي تشاتش. طبعا الله سبحانه وتعالى بالقران بس انك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. نعم. بيسوي تشينم ود صلاه ازاتش ود امراتش ود صلاه مكراتش يميل قد عندنا صحيح برغت يا صلاه قد اي بتام سفي نو من الباتم ليلا بروجرام اندنيز ياسكدنا لي مثلنيال ان شاء الله ساعاته بتام اكتوال يالي نو اكتوال يالي نو عجيب مجرشه وسياتشن مندنو ሰላቱ ደግሞ መስገድ ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ መማር አለብን ተምረናል የሰላት ብለን መቆም የለብንም ማለት ነው የጣሃራ ሆኖ የወቅቱ ነው በሴቶች በኩል ደግሞ ያላቸው ለምሳሌ ጣሃራ ከሃይድ ቆይታ ደግሞ ጣሃራ ሲመጣት ማለት ንጻ ስትሆን ደግሞ ወዲያውኑ ወደ ሰላት ማለት መቀላጠፍ እንዳለባት አው ስትጸዳ ወዲያውኑ የሰላትን ሁኔታ ስለዚህ ሰሃቦች ለነብዩ የመጡ ለዓሻ የመጡ ሴቶች የሚጠይቁ የነበረ በዛን ዙሪያ ነበር ማለት ነው የሚያመለክተው የሰላት ሁኔታ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን እንደገና ደግሞ ሰላት በወቅቱ መስገድ አለብን ማለት ነው ብዙ ሰው ሲታዩ አሁን ጀማዓ ብዙ ጊዜ የተከረረ የተደጋገመ ይመጣል ማለት ነው አንድ ሰላት ጨርሶ ወደ ሁለተኛ ሰላትም ሊደርስ ይፈልጋል ማለት ነው አው በርግጥ አንድ ሰው መሽጉል ከሆነ ስራው ከበዛው ወደ መስጊድ መምጣት መቋረጥ የለበትም ማለት ነው ግን በይበልጥ ደግሞ አልጀማዓት الاولى መጀመሪያ የምትሰገደው ጀማዓ ወደዛ ደግሞ አው መቸካኩል ያስፈልጋል ማለት ነው ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محدد ነው የሰላት ጊዜ እንደፈለከው በፈለከው ሰዓት የሚሰገድ አይደለምና ይሄን ጉዳይን ደግሞ ኢንሻአላህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወሰላሁ አዘ ወጀል አን ወፍቀ الجميع አሚን አሚን ጀዛኩላሁ ኸይራን ሼክ ሳሊህ ጀዛኩላሁ ኸይራን በጣም ለሳይነ ጥቦችን አስተውልናል الله سبحانه وتعالى بسموت تتقامي يادرغن منالبات ان شاء الله يزين قداي رئيس ليلا غزي ان شاء الله قطاي بروغراموچون قطاي رئيسوچون انداسبتالن مكنياتوم غانا نكاكان انجي الغبانبت مود صلات ان شاء الله انغدي جزاك الله خير بتام مسكر الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير كبراتنا كبران تكبراچونا تودداچو يا بروغراماچين تكاتايوچ انغدي يتكاتلاچو نبراچوت على بصيره بوقت ላይ ተሰኘው ፕሮግራማችን ነበር እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ያጠነጠነው ስለ ሰላት ጉዳይ ነው ሰላት ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ሁላችንም ለሰላት ትልቅ ቦታ ሰጥተን በህይወታችን ውስጥ ንኖር ይገባል እንደዛ ካደረግን አላህም Subhanahu Wa Ta'ala የተሻለ ህይወት ያኖረናል በረካ ያለውን ህይወት ያኖረናል በዱንያችን ውስጥ በረካ ያድርግልናል ለቤተሰቦቻችን ውስጥ በረካ ያድርግልናል ስለ ሰላት ደግሞ መመካከር ያስፈልጋል አንዱ ሰላት ሰግዶ አይ ደግሞ አንዱ ሰላት መስገድን ከተወ ዝም መባል የለበትም መመከር ያለበት አደራ መባል አለበት መገሰጽ አለበት ያ ሰው ኢንሻአላህ እንግዲህ በያለንበት ሰላት ላይ ትኩረት እናድርግ ይያልኩኝ የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ እናጠነቅቃለን በሌላ ፕሮግራም በሚቀጥለው ሳምንት ከመንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን አዳ